راحت امام عاشور المباراه ديت شايفها ازاي؟ منطقية؟ انا شايف انا تقريبا امام خارج الماتش اللي فات تقريبا كان مصاب او حاجه، بس احنا متاكدين ان هو سليم الحمد لله طبعا. لا بس هو راحت امام اصلا الفتره دي مهمه كمان ليه هو. يعني انا شايف ان امام من اول ما جه النادي الاهلي طبعا اضافه ولاعيب كبير وكل حاجه، لكن لسه ما وصلش للمستوى اللي كان فيه في الزمالك. يعني هي يمكن اللي مداري شويه على الناس مش قادره تتكلم ان الاهلي طبعا بيكسب وخد بطوله افريقيا وامام بيجي في ماتشات بيبقى مش احسن حاجه وبيسجل او بيعمل جون، وكمان حته ان امام برده في النادي الاهلي فمحمي شويه. يعني محمي ازاي؟ ايوه محمي الناس طبعا والجمهور، يعني عشان مش هتقدر تقول ان هو مش في مستواه او الكلام ده فمحدش هيقدر يتكلم. لكن انت مش عاجبك امام عاشور لحد دلوقتي؟ انا بالنسبه لي امام قد كده 10 مرات. يعني امام يعني انا شايف هو ومنعم ومثلا فتوح والناس دي لازم تلعب بره مصر، هي امكانياتهم كده يعني. هي امكانياتهم كبيره. بس انت ليه شايف ان امام عنده لسه كتير؟ لا امام لسه امكانيات امام، يعني لو الناس تركز مع امام في الزمالك وامام في النادي الاهلي لا طبعا في فرق كبير. طب ايه اللي مش بيخليه لحد دلوقتي بيقدم نفس المستوى من وجهه نظرك؟ انا كوجهه نظري يعني مش تقطيع فيه او حاجه، هو ممكن الشبع شويه. يعني هو في النادي الزمالك كان في لعيبه بتاخد ارقام قد 5-6 مرات، فهو كان عايز يبين ان انا اهم واحد وان انا استحق ان انا ابقى في الليفل ده من اللعيبه. لكن طبعا لما جه النادي الاهلي لا هو اتحط في ليفل كبير زي معلول زي الشناوي، فشويه دي مدياله ثقه ان النادي الاهلي مش هيجي عليه في وقت ان هو يمشيه، ان هو يقول ان صفقه خسرانه، فهو شويه مطمن. ودي حاجه ممكن تبقى حاجه ايجابيه او سلبيه. هي المفروض ان هي تبقى ايجابيه ليه ان هو يحاول يبقى احسن من كده، وسلبيه طبعا ان هو مكسل شويه، يعني بيعتمد ان هو يعمل الحاجات اللي بتعجب الناس، يعمل جون يجيب جون حتى في أسوأ الظروف. جاب جون مثلا في ماتش الزمالك فخلاص بقى بالنسبه له حاجه كبيره، والناس طبعا تعرف في مصر طالما اهلي وزمالك بيفتكروا لك اللقطه المهمه اللي بين الفريقين بس. صحيح. طيب.